هذه هي الكتب التي درستم بها في صرح ثانوية الإصلاح الإسلامية: ماتماتيك، سيونس دو لافي، شيمي، ليتراتور، تاريخ، جغرافيا، أدب عربي، فلسفة، تربية وطنية. كل هذه الكتب كانت جديدة تصبح قديمة، إلا كتابا واحدا هو القرآن الكريم، هو قبل كل الكتب وفوق كل الكتب، هو الذي ينبغي أن يبقى معكم على امتداد حياتكم. ضموه إلى صدركم، ضموه